احنا بنشتغل كمؤسسات مجتمع محلي على موضوع طبعا هو تطوير وتنمية وتمكين القدرات لدى الأطفال والفتيان والفتيات. جاءت فكرة مسرح الماريونيت بناء على احتياج ملح من خلال الفئات المستهدفة اللي بنشتغل معاها، طبعا الفتيان والفتيات. أمجاد، أولا ما بيصير نفتح الجهاز وما مش موجودة؟ إيش رأيك يا حلا تعملي لنا طابور وتنظمي مرور لقعدتنا على الجهاز؟ تعالي افتح الجهاز. أنا ما بحكي حكي فاضي، أنا ملتزمة تعليمات ماما وبابا. القضية اللي تم اختيارها من خلال الأطفال أو الفتيان طبعا حول موضوع العنف المبنى على النوع الاجتماعي أو العنف الأسري اللي احنا طبعا كمجتمع فلسطيني بنعيش هاي الحياة بشكل يومي من تأثير طبعا كان الأوضاع السياسية أو الأوضاع أو الاحتلال. دربنا على الحركة، الحركة كانت عنا صعبة شوية وليتها، كنا خايفين إحنا متوترين إنه نعمل هذه إشي جديد عنا، لأنه أول إشي هذا قطاع غزة، أول مسرح يصير بقطاع غزة، فإحنا تعلمنا كل فترة، لما تعلمنا صار عنا الخبرة اللازمة إنه نقدر نحرك الدمى. أنا اليوم اكتسبت الثقة الكبيرة بنفسي زي ما أنتوا شايفين اليوم، وطالع أحكي قدامكم. كنت كل يوم أخذ الدورة هاد، أروح كل يوم لأهلي أحكي لهم بكل ثقة وشغف وحب عن اللي أنا كنت أخذه. كانوا هم فخورين فيا، وأنا كيف كنت أحكي معهم، أحكي لصاحباتي أحكي لجيراني.